الأسد والحمل توافقهم إيه؟ ده سؤال عالي سلوى جدا أحمد. زي القوس والأسد بالظبط، حلوين جدا، يتفقوا، طبيعتهم تتفق مع بعض، إلا في لحظات الخلاف هيحتاجوا ثالث يهدي طب الحمل الانفعالات. والعذراء؟ الحمل والعذراء لا، مش من الأبراج. طب ايه الابراج حاليا الحمل تبقى متوافقة معاها؟ الأسد والقوس والميزان والدلو، كل دول يتفقوا مع الحمل. طيب ترابي لا، ترابي لا لا. ينجذبوا لبعض، لكن التفاهم هتلاقيهم بيستكوا ببعض كتير قوي، بيصطدموا ببعض. امرأة السرطان ده سؤال رندو. ممكن مهنيا واصدقائي يبقوا كويسين. لكن خلاص علاقات عاطفية؟ لا، اقول لك حاجه، هم مش هتبقى فيها العاطفه المتاججه، ممكن صداقة. الحمل تبقى احنا كويسين، احنا بنعرف نتفاهم، احنا بنعرف نشترك مع بعض في حاجات كتير، في رياضه، في شغل، يشتركوا على فكره، شغل ناجح، رياضه ناجحه، حوارات، لكن جواز بقى ونقفل علينا بيت واحد وتبقى في حياه والاولاد ومين يعمل ومصاريف، لا، هتلاقيهم طيب مختلفين. رندا عطا بتقول هي سرطان وجوزها جدي. الله، حلو قوي قوي، سرطان والجدي من الناس اللي بالعكس، ده الشريك المثالي ليها. حلو قوي قوي، يتفقوا نسبة الاتفاق نقول تعدي 80%. الثور والأسد، الثور ست والأسد راجل، لا، مربع نفس كينة الزاوية. مش عارفة كينة نفس ايه. زاوية لا العذراء لا لا لا، والقوس. بالظبط. عايدة بتسألي تعرفي تاني منين على يعني ايه القوس زاوية؟ تعرفي والعقرب، لان احنا قلنا البيت يا عايدة. الرابع، لان عدي كده، بصي انا اعرفكم بس يعني ايه الزاويه، احنا دلوقتي عشان معانا نفهم التور، الناس. نعد كده ما بعد التور، في ايه؟ التور البيت الاولاني، الجوزاء التاني، التالت السرطان، الرابع الاسد. يبقى انت كده الاسد قاعد في البيت الرابع من التور، فانت كده عامل مربع مع بعض، المربع ده الزوايا بتبقى عاملين 120 درجه مع بعض. طب أمل صبحي بتقول هل في توافق ما بين العقرب والدلو؟ انتوا كله زوايا يا جماعه، في ايه؟ البيت الرابع برضه. هما اللي بيسألونا. بصي، ينجذبوا لبعض، ينجذبوا لبعض، لكن في غيره كبيره جدا ما بين البرجين دول، يغيروا على بعض مش من بعض، يحبوا يعيشوا مع بعض لكن عندهم الرغبه بس ما عندهمش القدره. احنا عايزين نعمل، احنا حاطين الهدف، لكن لما على ارض الواقع تنفيذيا بيفشلوا. طب السيد بس عبد بيحبوا الرحمن بعض عشان جدا. سأل كذا مرة وبعد تاني الميزان، مع مين؟ لأن هو الميزان الميزان بصفة هو عامة، بصفة عامة. احنا لسه قلنا من الابراج اللي في استراحة محارب. انا عايزة اقول ان عطارد دخل في الميزان هينجحك مهنيا يا ميزان، يعني ممكن يبقى في ترقية، ممكن في علاوة، ممكن يبقى في منصب، ممكن بعض الاموال، بس بلاش تصرف في الاموال دي وبلاش توظفها بشكل غلط، خليها دلوقتي في البنك او خليها معاك، ما تضيعهاش. هل انا عايز اسالك سؤال، هل كل برج ليه تريجر، يعني ليه حاجه كده تعرفي تجيبيه بيه؟ دي احنا قلناها، مفتاح قلب كل برج، مش الحلقه مفتاح القبل اللي قلب، فات. لا مش قلب، مش حب، مش عارفه ايه، تثير اعجاب البرج، يعني البرج يتلفت يعني مين نظره، مين كل مش برج يحب. مين الشخصيه اللي بتعجبه؟ خلينا ده الحلقه دي الجايه. عايزه حلقه طويله عايزه جدا حلقه، جدا يعني مين جدا، الشخصية لان اللي بتلفت نظر كل برج؟ وإيه دي الشخصية اللي ما تلفتش نظر؟ يعني وعملناه العكس اللي بتاعها. قلنا البرج اللي تهرب منه، فاكره ما قلنا مين البرج اللي تاخد لا احنا عايزين في بقى سنانك؟ بالتفاصيل، يعني مثلا زي مثلا يعني مثلا الحمل والجدي، ايه؟ الحمل لازم ياخد ديله في سنانه لو قابل جدي كده، يعني في طبعا برج ما يتفقش والحمل خالص. لو شاف ايه يتعامل معاه مثلا يقول هو ده، او العذراء وهكذا، يعني الحمل ايه يحب النقط، الابراج الناريه اللي زيه ايه جدا، نقط يحبكم. التريجر؟ لا في المعامله، يعني مثلا العذراء مثلا، تعالي ناخد مثلا سرطان، ايه اللي يعمل تريجر للسرطان؟ الاهتمام والكلام الحلو وودنه، يعني كلميه بشكل رومانسي، اهتمي بيه، اهتمي بتفاصيله، انت عملت ايه، فكل ما هو يخص القلب يعلق السرطان جدا. طب والعذراء انا مش ايه عارفه على التريجر كل بتاع الابراج السرطان؟ الناريه. العذراء ذكاء، بحب الراجل اولا الاتراك الانيق، بتحب الشياكه، العذراء يحب الشياكه لو هنتكلم عن السيده، ما تحبش الحد المبهدل او وتحب كمان الناجح الطموح اللي محقق ذاته، اللي بيفكر الذكي بس يعني. انا طب ولو متهيألي ده راجل طموح عذراء كل الستات. برضه نفس الحقيقة، يحب الست المنظمه الناجحه الطموحه اللي مش هلهليه كده، اللي مش فوضويه، بالعكس يحب كل حاجة منظمة هو وورقة العذراء وقلم. مش عاطفي كمان، هو شخص غير عاطفي. لا والله، الناس متخيلة كده، الناس لا متخيلة كده، مش عاطفي لحدود، هو بيبقى عاطفي ما بعد ما هو يقرر ان هو يختار الشخص ده. بس عنده إنسانيات يعني. انسانيات غير عاطفية، ما أنا عايزة أقول، يعني ما هي ما بيخشش بقلبه ما هقول في لك حاجة، الاول. فأنت ممكن تشوفي حد يعجبك خلاص بالعقل،
خلاص، فهتقومي مديه اشاره لقلبك، يعني في حد القلب بيدي الاشاره للعقل وفي العكس. يعني السرطان انت قلبك خدك لحد، طب ايه عقلي ينفع ولا لا؟ هتدي الاشاره لعقلك، يلا ابتدي بقى فكر فيه بالعقل، العقل بتعلم بيتحكم في مين والقلب بيتحكم في مين. خلينا بقى العذراء الاسبوع الجاي. طيب احنا عندنا حكايات، احنا العقل والقلب الاثنين الحمد لله يومكم زي الفل، عقلكم متحقق ومبسوط وقلبكم بيرقص من ان الدهب تندهن دلوقتي على الفيس خلاص، والصحه وكل الحاجات الحلوه. بكره بدايه جديده، شهر جديد، يا رب يجعله كله عامر بالخير والصحة والرضا وكل الحاجات الحلوة، كل الأمنيات الحلوة. شكرا يا هالة ومفيدة، ادخلي في الكادر، وشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، نشوفكم على خير.